لمناقشة الموضوع ينضم معنا من واشنطن المحلل السياسي الأستاذ أكرم سلمان. أستاذ أكرم، بداية مرحبا بكم. يعني كيف تقرأ نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي؟ بداية شكرا لقناة الرافدين، قناة العراقيين والوطنيين على هذه الاستضافة. حياك الله. كما نعلم الانتخابات بأن نتائج الانتخابات تعكس الضوء على أداء الحكومة والرئاسة قبل الانتخابات. فهنا في واشنطن في 6/11 الانتخابات التي جرت اختيار 435 عضو برلمان إضافة إلى 35 من ضمن 100 أعضاء عضو لمجلس الشيوخ، وأيضا أصبحت هنالك انتخابات أيضا لحكام ولايات 36 ولاية من ضمن 50 ولاية المتكونة من الولايات المتحدة الأمريكية. فاز الديمقراطيون هنا بعدد البرلمانيين في حصلوا على 218 صوتا من ضمن 345. أما الجمهوريين نالوا 193 من هذه الانتخابات. فهنا هذه الانتخابات اختلف عن سابقتها، حيث فازت مسلمتان رشيدة طليب وإلهام عمر بمقعدين في الكونغرس عن ولايتين ميشيغان ومينيسوتا، وكذلك فازت شاريز ديفيز في كنساس وديرا هارلاند من نيو مكسيكو، أول امرأتين أمريكيتين من سكان الأمريكيين تدخل الكونغرس هذه السنة. الرئيس ترامب حمل الجمهوريين ووسائل الإعلام مسؤولية الخسارة في الانتخابات، يعني هل هذا تبرير للخسارة؟ ترامب لا يعترف بالخسارة، كما معلوم بأنه رجل أعمال ليس لديه أي خبرة سياسية أو دبلوماسية، حصل على منصب رئاسة الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا حدث يعني لم يسبقه من قبل. فإجراءات ترامب تعرف كيف بدأت في البداية، كان هنالك مشاريع خاصة له ابتدأ به، بداية بمشروع الهجرة، أوقف نظام قانون الهجرة التي كان معمول بها منذ عدة سنوات طويلة، ولا زالت المعركة حامية بين الطرفين في الكونغرس من هذا الجانب. سياسة ترامب الخارجية لا يخفى على أحد بأنه استطاع أن يجلب أو يدير كفة المشروع المالي الأمريكي صوب الكسب المادي للولايات المتحدة ورفع ميزانية الدولة. طيب. أستاذ أكرم، من وجهة نظركم ما هي قدرة الديمقراطيين على تعطيل القرارات التي سيتخذها الرئيس ترامب في الفترة المقبلة؟ نعم، كما معلوم الكونغرس هي الجهة الوحيدة التي تستطيع وقف كل القرارات التي يصدرها الرئيس. كما معلوم عن مجلس الشيوخ الأمريكي المتكون من البرلمان والكونغرس الأمريكي المتكون من مجلس الشيوخ ومجلس الأدنى، فهو مجلس النواب، هو أحد مجلسي الكونغرس، وقد وضعت وحددت صلاحيات وتكوين المجلس من المادة الأولى من الدستور، تمثل كل ولاية بنائبين في الكونغرس بغض النظر عن عدد سكان الولاية. هنا نأتي على صلاحيات الكونغرس. صلاحيات الكونغرس باستطاعة الكونغرس إيقاف كل قرارات الرئيس أو انتخاب رئيس جديد للولاية في حال الانتخابات إذا لم يفز مرشح في الانتخابات. فالكونغرس الآن الديمقراطيين سيطروا عليها. سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس هذا يعني هنالك سباق تسلح بين الطرفين. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ أكرم سلمان المحلل السياسي العراقي، كنت معنا من واشنطن.